طيب احنا بإذن الله النهاردة هنبدأ الجزء الثاني من محاضرة المقدمة عن التصميم الداخلي. أول حاجة في جزء الألوان أو في جزء تنسيق الألوان هناخد نبذة تاريخية بسيطة جدا عن إمتى اكتشفنا الألوان أو إزاي ابتدينا نفهم الألوان. طبعا دي مختصرة فمش هخش في تفاصيل كل العلماء، لكن كان في تجربة مشهورة قوي لإسحاق نيوتن، هو اللي اكتشف إن الضوء الأبيض بيتحلل لسبع ألوان اللي هي ألوان الطيف. التجربة اللي هي كانت عبارة عن منشور زجاجي وحطوه في يعني قصاد شعاع الضوء، ولقى إن الضوء داخل أبيض واتحلل لسبع ألوان، وساعتها اكتشف ألوان الطيف. طبعا الألوان دي ألوان ضوئية أو ألوان الإضاءة، مش ألوان الصبغات. ألوان الإضاءة وألوان الصبغات ما بينهم فروقات بسيطة جدا، من يعني لما بنيجي نخلط الألوان النتيجة اللي بتديها لنا مختلفة. ألوان الإضاءة غير ألوان الصبغات بتدينا نتيجة مختلفة. عندنا عالم تاني اسمه فرانسوا، العالم ده في سنة 1613 عمل الرسم البياني اللي عندنا في الصورة ده، بيوضح لنا ازاي لما بنخلط الوان مختلفه بيطلع لنا الالوان الفرعيه، زي مثلا الاصفر هنا والاحمر، وراح عامل ما بينهم توصيله كده وطلع ما بينهم البرتقالي، الاحمر والازرق وما بينهم البنفسجي، والازرق مع الاصفر وطلع لنا الاخضر، دي اللي هي الالوان الفرعيه. يبقى الالوان الاساسيه هي هذا الاصفر، عفوا الصورة مو باينة. الصوره مش باينه. أي طب أي كده هسه تمام دلوقتي باينة، تمام لكن لما بكبرها مش بتبان أي كده دلوقتي. هسه تمام. ودلوقتي لما غيرتها اتغيرت لا ما تغيرت. ما اتغيرتش. اوكي لحظة اقفل المشاركة واشارك من الاول. تمام كده، تمام ولما برضه مش متغير عندي دلوقتي لما غيرتها اي تمام اتغيرت عندي. تمام طيب دلوقتي كنا بنتكلم عن ان هو كان بيورينا بالرسم البياني ده بدايات ان هو ابتدوا يفهموا ايه اللي بيحصل لما اخلط لون مع لون تاني، الصبغة مع صبغة تانية والالوان اللي بتطلع منها، وابتدى ان هو ازاي يحطوا قواعد ليها. رسموا حاجة اسمها دايرة الألوان، اللي هي الجزء الدائري ده أو عجلة الألوان، بيسموها بالإنجلش الكالر ويل، يعني ترجمتها الحرفية عجلة الألوان. طيب عجلة الألوان دي بتتقسم لإيه؟ لألوان أساسية اللي هي البرايمري كولرز، اللي هم 3 ألوان أساسية في الألوان الصبغية، الأحمر والأصفر والأزرق. وبعدين لما جينا خلطناهم طلع لنا ما بينهم ألوان فرعية أو ثانوية اللي هي الـ secondary color. second جاية من رقم 2 أو اللي هو الدرجة الثانية، دي المرحلة الثانية من الخلط، أو يعني دي الألوان الأساسية هي الدرجة الأولى، الألوان الـ secondary هي الدرجة الثانية. فدي طلعت لنا 3 ألوان تانيين فرعيين لما خلطت الـ3 ألوان الرئيسيين، مثلا خدت الأصفر مع الأحمر طلع لي البرتقالي، الأحمر مع الأزرق هنا اهو زي ما انتم شايفين طلع لي البنفسجي في النص، واخدت الاصفر مع الازرق طلع لي الاخضر. فراحوا عملوا عجله الوان ثانيه فيها الـ6 ألوان دول، الثلاثه الاساسيين مع الثلاثه الفرعيين. وعندنا عجله الوان بعدها كمان فيها 12 لون، دي بيسموها التريشيري كولرز او اللي هي الدرجه الثالثه او التقسيمه الثالثه، يعني بعد الاساسيه والفرعية عندي الألوان الثلاثية أو الدرجة الثالثة من التقسيمة، ودي بقى فيها البرتقالي المحمر والبرتقالي المصفر.
عندي الأزرق أو البنفسجي المايل للأزرق والبنفسجي المايل للأحمر، عندي الأخضر المايل للأصفر والأخضر المايل للأزرق. لو بصينا هنا على الدايرة اللي تحت دي، هو معلم لي على الألوان اللي هي الثلاثية أو الدرجة الثالثة أو اللي هي الثانوية. دي الأخضر المصفر اللي دخل عندي ما بين الأصفر الأساسي والأصفر والأخضر الفرعي، بقى عندي درجة في النص ما بينهم، وهكذا مع درجة الأزرق دي ودرجة البنفسجي المائلة للأزرق والمائلة للأحمر، البرتقالي المائل للأحمر والبرتقالي المائل للأصفر. طبعا الألوان دي ليها درجات لما بخلطها مثلا مع الأبيض والأسود، دي لسه هنخش لها بالتفاصيل أكتر قدام. دي دايرة الألوان بشكل تاني. دوائر الألوان عامة ليها أشكال مختلفة كتير، وكل عالم قسمها بتقسيمات مختلفة. فلو دورتوا على النت مثلا أو لو بصيتوا في كتاب ولقيتوا أشكال مختلفة عادي، دي كلها يعني تغييرات variations لنفس الدايرة في الآخر أو نفس الألوان. أدي الألوان الأساسية عندي في النص تاني، الأصفر الأحمر الأزرق. الألوان الفرعية اللي هي نتجت من خلط الألوان الأساسية حطيناها في تاني دور هنا أو في تاني درجة، اللي هو البرتقالي والأخضر والبنفسجي. وبعد كده عندي الجزء الخارجي خالص ده في جميع الألوان، في ال 12 لون الأساسية والفرعية والثانوية أو الثلاثية الدرجة الثالثة. ودي برضو شكل تاني من أشكال دايرة الألوان مكتوب عليها زي ما انتم شايفين البرايمري. البرايمري هنا الأحمر والأصفر والأزرق، وبعد كده شايفين السكندري متعلم عليه هنا وهنا وهنا البنفسجي، وبعد كده التيرشري او اللي هو الدرجه الثالثه لما خلطنا الالوان الاساسيه مع الالوان الفرعيه طلعت لي الدرجات الثلاثيه او اللي هي التيرشري زي ما شايفين هنا، وبرده دول 12. وبعد كده عندي عالم سنه 1900 عاش ما الفتره ما بين 1858 1918، عمل نظام اسمه نظام مانسل، اتسمى على اسمه. هو عبارة عن أهم نظام ألوان بيستخدموه في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتسجل في المعهد القياسي الدولي أو معهد القياس الدولي، اللي هو فيه مثلا أي وحدة قياس متسجلة عندهم هناك، بتتحفظ في درجة حرارة معينة ومعمولة بخامة معينة. مثلا المتر، المتر ده أنا يعني في كل حاجة في الآخر بقيسها بمتر أو بمسطرة. طب أنا عرفت منين إن المتر 100 سنتي وطوله بالظبط قد كده؟ إنه محفوظ منه نسخة في معهد القياس الدولي. أي حد هيعمل متر جديد، هيعمل مسطرة جديدة، لازم يرجع للمقياس ده اللي هو ثابت ومحفوظ في درجة حرارة معينة. فالنظام بتاع مانسل ده متسجل برضه في معهد القياس الدولي وفي الجمعية الأمريكية، واليابان برضو بتستخدمه ضمن أنظمة الألوان القياسية، والمعهد البريطاني بيستخدمه. طيب هو مانسل عمل إيه مختلف في النظام بتاعه؟ هو عمل حاجة عبارة عن مدرج لوني بيحدد بدقة خصائص الألوان وأبعادها. يعني إيه؟ خلينا نبص بالراحة وبالتفصيل. دلوقتي لو بصينا من فوق لتحت شايفين ان اول لون هنا الابيض، ودي درجات الرمادي، واخر درجه عندي تحت خالص الاسود. يبقى اول حاجه او يعني جزء من التحديد في نظام منسل اختلاط اللون بدرجات الابيض او الرمادي. وتاني حاجه لو بصينا مثلا على الاخضر ده اللي هو جرين يلو، الاخضر المصفر، وهو عنده درجات مختلطة بالرمادي هنا في الأول، وبعد كده بتبتدي يقل اختلاطها بالرمادي لغاية ما نوصل للون الصريح هنا. وطبعا عندي الاختلافات اللي هي الأساسية ما بين أي لون والتاني، اللي هي مثلا عندي لون أصفر مختلف تماما عن اللون الأحمر، مختلف تماما عن اللون الأزرق، لأن كل لون في الآخر ليه أصله أو كونه. الأبعاد الثلاثة اللي منسل بيحدد بيها درجة اللون، يعني مثلا أنا شفت درجة لون
في مكان ما علشان أعرف الدرجة دي بالظبط عبارة عن إيه، بقيس لها 3 حاجات أو 3 قيم زي ما مكتوبين عندنا في السلايد هنا. أول حاجة هي أصل اللون أو كنه، اللي هي اللون ده أصفر ولا أحمر ولا أخضر ولا أزرق، دي يعني صفة مميزة تماما في كل لون عن التاني، دي اسمها بالإنجليش الهيو بتاع اللون. تاني حاجة هي قيمة اللون أو البرايتنس بتاعته، قيمة اللون الفاليو بتاعة اللون بتتحدد بال ال قد إيه هو فاتح أو غامق، يبقى هو مشرق أو فاتح ولا غامق. وتالت حاجة الكروما اللي هي الانتنسيتي بتاعة الكالر، في ألوان بتكون مشبعة يعني مثلا فلنفترض الأحمر، لو مثلا بصينا على الأحمر في لعب الأطفال هنلاقيه أحمر صريح جدا ومشبع تماما، لكن لو بصينا مثلا على اللون لون أحمر باهت خالص، في مثلا رمادي بيكون مائل للأحمر، فده يعتبر أحمر متشبع بجزء كبير جدا من الرمادي، يبقى تشبعه بالأحمر قليل وتشبعه بالرمادي عالي. الرمادي بيعتبر عندي هنا لون محايد، الأبيض للأسود وكل درجات الرمادي اللي ما بينهم دي ألوان محايدة، ممكن أخلطها باللون فبتقلل التشبع بتاعه بدرجة اللون الأصلية، لو هو مثلا أحمر فبيبقى الأحمر فيه قليل والرمادي فيه كتير، لكن أنا شايفة إن الرمادي ده مائل للأحمر، أو في عندي رمادي مثلا ألاقيه مائل للأخضر، يبقى هو تشبعه بالأخضر قليل جدا، أو الانتنسيتي أو قوة الأخضر قليلة جدا لأن الرمادي فيه عالي جدا. في أي حاجة حد عايز يسأل على حاجة في النقطة دي؟ مرحبا ست. أهلا وسهلا تاني، تفضلي. ست أنا عفوا، أنا توني دخلت هاي البداية مو؟ إحنا لسه بنبدأ، إحنا لسه في الأول خالص، أوكي بنتكلم على تمام. نظريات الألوان ونظام الألوان، إزاي نفهم اللون ونحدد درجة اللون وقيمته وهكذا. تمام؟ تمام أوكي. ده برضو دي صورة تانية للنظام بتاع منسل. لو بصينا على التقسيمة بتاعتها، هنا هو فكلي الصورة الأولانية اللي كانت عندي كلها مرتبطة ببعض، هنا بقدر أبص عليها بطريقة أبسط شوية. فأول حاجة عندي الهيو اللي هي كنه اللون أو أصل اللون، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، دي بحددها، دي اسمها هيو. تمام. وبعد كده عندي الكروما، فمثلا لو أنا مسكت الأحمر ده أكتر أحمر تشبعا، يعني دي الانتنسيتي بتاعته عالية جدا، ده أحمر بنقول عليه في التصميم صريح، أحمر مش مختلط بأي درجة من درجات الأبيض ولا الأسود ولا الرمادي، ده الأحمر الصريح. وهنا لما ابتديت أغمقه أخلطه بالرمادي، وطبعا أنا ممكن أخلطه بأسود أو برمادي غامق أو برمادي أفتح أو أفتح أو أفتح، أو أخلطه بأبيض فيكون مثلا النتيجة عندي وردي أو بينك فاتح وهكذا. فدي قيمة الأبيض والأسود اللي أنا بخلطه بيها، دي الكروما وده الهيو أو اللي هو أصل اللون نفسه. دي اللي أنا شرحتها اللي هو أصل اللون، الخاصية اللي بنميز بيها لون عن التاني زي إن هو يكون أحمر أو أصفر أو أخضر أو أزرق. القيمة اللي هي درجة الإشراق اللي بتخليني أفهم اللون ده فاتح ولا غامق، والكروما اللي هي مدى نقاء اللون أو مدى تشبعه، لو هو نقي يبقى هو أحمر صريح مثلا أو أخضر صريح، لو هو مش نقي أو مختلط برمادي أو أبيض أو أسود بيكون النقاء بتاعه قليل، تشبعه بالأخضر قليل وتشبعه بالرمادي عالي، اللي هو بتدل على مدى اختلاطه بالألوان المحايدة الأبيض أو الأسود أو الرمادي. طبعا هو إدى قيم لكل درجة من درجات الألوان، والدرجة دي أو القيمة دي بتوضح لي أصل اللون إيه، بتوضح لي قيمة اللون إيه ومدى اختلاطه بالأبيض أو الرمادي، لكن طبعا إحنا مش مطالبين إن إحنا نحفظ القيم دي، لكن ده مثال للتوضيح. ودلوقتي بقى في سيستم طبعا
اسهل، ان هو انا مش برجع للنظام منسل، انا مثلا لما بروح اشتري درجه دهان كل شركه دهانات عندها الكارتيلا او اختيارات الالوان بتاعتها، بتعرضها عليا وانا بختار منها اللون المناسب بالنسبه لي. ولو رحت اشتريت دهان من شركه معينه، فانا في اي مكان هروح اشتري نفس الدرجه دي تاني بنفس الكود اقدر اكمل بيها المشروع بتاعي، مش هيحصل اي مشكله، لان بيتم خلط الالوان دي عن طريق الكمبيوتر، يعني ما فيهاش فرصه للخطا البشري خالص، هي نسب وصبغات محدده بتتحط بقيم معينه وبيتم خلطها. طيب عندنا تاني عجله الالوان او دايره الالوان اللي كنا اتكلمنا عليها، بتتقسم ل زي نصين، نص الوان دافئه ونص الوان بارده. فالالوان الدافئه دي احنا ليه سميناها الوان دافئه؟ احساسها او ملمسها او لما بستخدمها في الفراغ بتديني احساس بالدفء، بالحراره، بالانطلاق، بالحميميه، بمثلا بمناسبه اكتر للحاجات الاجتماعيه مثلا غرفه معيشه مثلا. فدي الالوان الدافئه. الالوان البارده ممكن تكون اكتر ريلاكسنج، كالمنج، يعني هاديه وبتجيب لي هدوء في الاعصاب، بتريحني، ممكن مثلا تساعد على الاسترخاء، بتدي احساس بالنظافه اكتر. ودي طبعا يعني الوان موجوده عادي حوالينا في الطبيعه، لكن احنا لما قسمناها على دايره الالوان او عجله الالوان، العلماء استقروا في الاخر على التقسيمه دي، ان النص من اول الاصفر لغاية البنفسجي المائل للإحمرار ده يكون وورم أو دافئ، والنص التاني اللي هو الأخضر المصفر لغاية البنفسجي المائل للأزرق أو اللي هو البنفسجي الصريح، عفوا البنفسجي هنا، دول كلهم ألوان باردة، وطبعا درجاتهم داخلة ضمن نفس التقسيمة. تاني حاجة أو الفترة دلوقتي اللي هنخش، الفقرة اللي هنخش عليها هي اختيار الألوان أو تنسيق الألوان. وعلشان نفهم التنسيق ده، أسهل حاجة إن إحنا نبص على دايرة الألوان أو عجلة الألوان، وبعد كده مع الوقت اختيارات الألوان هتكون سهلة جدا بالنسبة لنا، هيكون عندنا خبرة فيها، فنقدر إن إحنا نقررها بسهولة جدا من غير ما نحتاج نرجع لعجلة الألوان. لكن كمبتدئين إن إحنا نبص لعجلة الألوان دي حاجة بتساعدنا ناخد قرار أسهل بكتير. فأنا عندي حاجة، عندي تقسيمة يعني لعجلة الألوان أو الألوان اللي على دايرة الألوان اسمها الكونترست أو التضاد أو التباين. فلو بصيت على اللون هنا الأحمر وقصاده بالظبط في عجلة الألوان هلاقي اللون الأخضر، يبقى اللون الأحمر واللون الأخضر دول ما بينهم تضاد أو تباين عالي جدا، بنسميه بالإنجلش high contrast. بنفس المقياس لو بصيت مثلا على الأزرق اللي هنا ده، أبص إيه قدامه على دايرة الألوان، هلاقي البرتقالي المصفر أو البرتقالي ده، فده الأزرق والبرتقالي ما بينهم تضاد عالي أو high contrast. أي لون ببص عليه مثلا الأصفر والبنفسجي التركواز اللي هو الأخضر المايل للأزرق والبرتقالي المايل للأحمر، دول ما بينهم تضاد عالي. أي لونين عكس بعض تماما أو قصاد بعض تماما في دايرة الألوان، دول بسمي ما بينهم high contrast. طيب اللونين اللي جنب بعض في دايرة الألوان هما يعتبروا يعني في الآخر، الدرجة دي مثلا اللي هي البرتقالي المصفر هي عبارة عن خليط ما بين البرتقالي والأصفر، يبقى هي التضاد فيها لو بصيت مثلا على البرتقالي المصفر والبرتقالي التضاد ما بينهم قليل جدا، يبقى الكونترست اللي ما بينهم قليل بسميه low contrast، يعني هم قريبين من بعض. ودول اقدر استخدمهم، الالوان اللي ما بينهم high contrast واقدر استخدمهم مع بعض، واللي ما بينهم low contrast برضو بقدر استخدمهم مع بعض، مفيش اي مشكلة. لكن انا بفهم التقسيمة اللي ما بينهم، بحيث مثلا لو بقرا تحليل لوحه مثلا، لو بقرا عن تصميم معين، افهم هو ليه استخدم لو كونترست، ليه استخدم هاي كونترست، ايه وجهه نظر المصمم، ابقى فاهم لما ببص على عجله الالوان هو قصده ايه باللو كونترست وقصده ايه بالهاي كونترست او التضاد العالي والتضاد القليل. فده مثلا مثال على الالوان شديده التباين او الالوان اللي ما بينها هاي كونترست.
فهو قال لك الهاي كونتراست ده بيحصل ما بين اي لونين قصاد بعض تماما في عجله الالوان، اللي هو هنا الاحمر والاخضر مثلا، وحطهم لي كمثال هنا وهنا. لما بحط اللونين دول قصاد بعض او استخدمهم مع بعض في نفس التصميم، ممكن يكونوا مش مريحين للعين، خصوصا لو استخدمت الدرجه الصريحه بتاعتهم، لكن هو هنا كمثال حاططهم مع بعض، هما ممكن يكونوا مش مريحين لكن هما ملفتين جدا. فمثلا لو استخدمتهم في يافطه مثلا، لافتات بتكون بتشد الانتباه جدا. طبعا ممكن استخدم تدريجات، يعني مثلا افتح الاخضر شويه، استخدم النبيتي بدل الاحمر الصريح، فدي بتكون بتديني ميكس لون مناسب جدا، خليط لون مش يعني هو متناسق وفي نفس الوقت مبهر او بيشد العين جدا. عندي مثلا البرتقالي المحمر مع التركواز او الاخضر المزرق هنا برضو مديني مثال عليهم، الازرق مع البرتقالي، البنفسجي المزرق مع الاصفر، وهكذا لغايه الاخضر مع البنفسجي، الاخضر المصفر مع البنفسجي، كلهم حطيتهم دي كمثال هنا. طيب دي الالوان شديده التباين اللي هي بتشد العين او بتجذب العين جدا. طيب لو حبينا نبص على الالوان القليله التباين او اللي هي القريبه من بعضها، قليله التباين low contrast colors، اللي هي كل لونين جنب بعض في دايره الالوان، لو جيت استخدمهم مع بعض في التصميم، هما في التصميم بيكونوا مريحين للعين او سهل ان العين تتقبلهم، لكن لازم اخلي بالي ان انا في الوان او في درجات معينه من كتر ما هم قريبين من بعض، زي هنا تاني لون من اليمين فوق، من كتر ما هم قريبين من بعض ما بيبانش الفرق ما بينهم. فانا لو عايزه اعمل حاجه ملفته او حاجه انا عايزه العين تنجذب ليها، زي مثلا لافته، زي مثلا بعمل ابلكيشن على الموبايل، دي الوان ممكن تكون مش مناسبه. لو بعمل حاجه للقراءه مثلا، نص عايزاه يتم قراءته، دي بتكون الوان مش مناسبه خالص لان التباين ما بينهم قليل جدا، فالعين ممكن ما تقدرش تميزهم عن بعض، فممكن يكونوا مش مناسبين ان انا استخدمهم مع بعض. لكن مثلا استخدامهم في التصميم الداخلي ممكن يكون مناسب جدا، مفيش اي مشكله. انا ممكن مثلا استخدم الكنبه او الكرسي واعمل المخدات الخدديات اللي بتكون عليه نفس الدرجه بتاعته، لكن الافتح منها مثلا او الاغمق بحاجه بسيطه، فدي حاجه ما بتضايقنيش خالص في التصميم الداخلي، لكن مثلا ممكن تكون مش مناسبه لو بعملها لحاجه هيتم قراءتها زي لافته مثلا او حاجه. طيب دلوقتي احنا هنبص على لو انا قدامي دايره الوان، دايره الالوان اللي هي مبدئيا 12 لون، فيها الالوان الاساسيه، فيها الالوان الثانويه، وفيها الالوان الفرعيه او اللي هي الدرجه الثالثه من الالوان. ازاي اقدر اختار وانسق الالوان من دايره الالوان دي؟ هو عندي هنا في الدايره لو واخدين بالكم برضو في النص عامل لي اللون الابيض، فدي ابسط او اخف درجه من اللون مختلطه باللون الابيض، وبعدين هنا تشبعها بالابيض قل وتشبعها باللون الاصلي نفسه زاد، وهكذا. كل ما بنمشي بالاتجاه ده من النص للخارج، تشبع بالابيض بيقل والتشبع باللون الاصلي بيزيد. وانا طبعا اقدر اختار اي درجه من درجات التشبع دي، يعني مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه بتحددني ان انا اخد البرتقالي الصريح ده مثلا استخدمه في الفراغ الداخلي، بالعكس ده اصلا ممكن يكون مش مناسب، بالعكس ممكن يكون مش مريح للمستخدم. لكن مثلا درجه زي دي البرتقالي الفاتح، او ممكن مثلا الاصفر الفاتح بيكون تقريبا البيج، البرتقالي الفاتح والاصفرات الفاتحه دي بتديني درجات مختلفه من البيج، وكذلك الغامق منهم بيديني درجات البني. فانا لما بختار مش لازم اختار اللون الصريح، بالعكس انا بختار عادي الافتح منه والاغمق منه واختلاطه بالابيض او الرمادي او الاسود، ممكن ازوده او اقلله على حسب ما انا عايزه. طيب دلوقتي انا عايزه، جالي عميل وبيقول لي انا عندي غرفه نوم اعملها لون ايه، او اقترح عليا اللون اللي انا هعمله. فانا طبعا بعد ما اتكلمت مع العميل ده وفهمت هو مثلا بيحب الوان كتير ولا بيحب الوان قليله، بيحب الوان هاديه ولا الوان صارخه او صاخبه مثلا، ما عندوش مشكله، بيحب يدخل الوان كتير في المكان، بيحب يدخل خامات كتير في المكان. بعد ما عرفت تفضيلات العميل دي، انا بقى عندي ان انا اختار باليتة الالوان او درجات الالوان اللي انا هستخدمها عنده في المكان.
وطبعا نسبة استخدام اللون دي حاجة ترجع لي. يعني أنا مثلا عايزة إنه يبقى عندي لونين، في لون مثلا هستخدمه بنسبة 80% واللون التاني هستخدمه بنسبة 20%، ولا أنا هستخدمهم 50 و50، ولا أنا هستخدمهم 70 و30. دي برضو حاجة ترجع لنا وترجع لتصميمنا وترجع لمساحة المكان وهكذا. طيب لو أنا بصيت على دايرة الألوان وقلت مثلا أنا هختار اللون، فلنفترض هنا الأخضر المايل للأزرق، هو الدرجة اللي ما بين الأخضر والأزرق دي، دي لون ده لون عجبني جدا، أو مثلا العميل أصلا اختار قطعة أساس أو دهان مثلا بالدرجة دي، وأنا محتاجة إن أنا أكمل تنسيق الغرفة. فأنا لما أبص على دايرة الألوان بيكون قدامي اختيارات. أول حاجة إن أنا أختار اللون المتمم لي، اللي هو الكومبلمنتري، اللي هو اللون اللي قصاده المقابل ليه تماما في عجلة الألوان أو في دايرة الألوان. فأنا مثلا لو بصيت على الأخضر ده ألاقي إن المتمم دي هو الأحمر، اللي هو اللون المضاد تماما في دايرة الألوان. وطبعا مش شرط إن أنا أستخدم الأحمر الصريح، ممكن أستخدم أي درجة من درجاته، زي مثلا دي ونفترض إن هي الوردي أو البينك الفاتح، وهلاقيها متناسبة تماما مع الأخضر اللي هو اختار. ده دي طريقة رقم واحد في الاختيار. أنا عندي 6 طرق زي ما انتم شايفين هنا في الصورة. تاني طريقة في الاختيار هي الانالوجوس، اللي هو الألوان المتقاربة. فمثلا لو هو اختار عندي الأزرق ده، فأنا بشوف في دايرة الألوان الألوان القريبة مني. مثلا العميل ده بيميل للألوان الباردة ومش حابب خالص إن يكون فيه أحمر أو بينك في المكان، يبقى أنا هشوف الألوان المتقاربة في دايرة الألوان للون اللي هو اختاره ده، أو للون اللي احنا افترضناه مبدئيا للمشروع. فهلاقي إن أنا ممكن أمشي لون 2 ناحية اليمين أو لون و2 ناحية الشمال. دي حاجات ترجع لي، ده مثال يعني. فلنفترض إن أنا اخترت التركواز ده، اقدر ادخل معاه درجه مايله للازرق اكتر، ودرجه كمان اللي هي داخل فيها البنفسجي، ودول برضو هيدوني الوان متناسقه تماما في الفراغ ومتناسبه مع بعضها. طيب ايه الاحتمال الثالث او الاختيار الثالث؟ مثلا عندي عميل حابب يدخل الوان اكتر، او عندي غرفه اطفال مثلا، او عندي اكسسوارات كتيره مطلوبه في المكان. عشان اعرف الاكسسوارات دي متناسقه ولا لا مع المكان بتاعي، أنا ممكن أختار 3 ألوان، وعشان أختار 3 ألوان برسم مثلث متساوي الأضلاع على دايرة الألوان بتاعتي. وطبعا المثلث ده أنا ممكن أمسكه وأحركه، يعني أنا مبدئيا اخترت الأزرق ده مع الدرجة دي من البنفسجي المائل للإحمرار، مع درجة الأصفر اللي هنا اللي هو البرتقالي ما بين البرتقالي والأصفر دي، وأقدر أحرك المثلث. يعني برضه عشان نتأكد ان انتوا فاهمين، هنا فات لون 2 3 واخترت اللون ده، فات لون 2 3 واخترت اللون ده، سبت لون 2 3 واخترت اللون ده. فانا برضو اقدر احرك المثلث. فانا مثلا لو اخترت ده هسيب 1 2 3 واختار اللون ده، هسيب 1 2 3 واختار اللون ده، فبقى عندي الاخضر ده مع البنفسجي ده مع البرتقالي ده وهكذا. يعني انا بسيب 3 ألوان واختار اللون الرابع، اسيب 3 ألوان واختار اللون الرابع، بحيث ابقى اخترت بطريقة اللي هي التراديك اللي هو المثلث متساوي الأضلاع. وعندي طريقة تانية او الطريقة الرابعة اللي هي تحوير للكومبلمنتري. الكومبلمنتري دي كنت بختار اللون واللون المقابل لي في دايرة الألوان، انا هنا باجي اختار اللون واشوف المقابل ليه، هو البنفسجي ده؟ لا، مش باخد البنفسجي، باخد لون عن يمينه ولون عن شماله. يبقى السبليت، عفوا انا قلتها غلط، السبليت كومبلمنتري، ان انا باخد لون واللون المقابل، لا مش باخد المقابل ده مباشره، بقسم المقابل ده لاثنين، باخد اللون اللي قبله واللون اللي بعده. زي ما شايفين هنا الاصفر المقابل للبنفسجي، مش باخد البنفسجي ده مباشره، لا باخد البنفسجي المائل للاحمرار والبنفسجي المائل للازرق، وبستخدم اللونين دول عندي في الفراغ زائد اللون الاساسي اللي انا اخترته اللي هو الاصفر. فده برضو بيديني شكل مثلث في الاخر، بس ده مختلف عن المثلث متساوي الاضلاع. خامس طريقه معانا هي التترادك، اللي هو المستطيل.
وده بيكون عبارة عن ان انا زي ما شفتوا هنا المثلث، يعني ما خدتش اللون المقابل، لا قسمته لاثنين، خدت لون عن اليمين ولون عن اليسار، نفس الشيء برضو بعمله هنا. فمثلا انا عندي الازرق ده والبرتقالي ده هما المتقابلين تماما في حاجات الالوان، فانا مش باخد الازرق ولا البرتقالي اللي انا اخترتهم، لا انا باخد، باجي عند البرتقالي ده بسيبه وباخد لون على يمينه ولون عن شماله، باجي عند الازرق ده بسيبه باخد لون عن يمينه ولون عن شماله، وبقدر استخدم الاربع الوان دول بدرجاتهم في تنسيق الفراغ الداخلي عندي. واخر اختيار معايا هو السكوير او المربع، وده شبيه جدا للمثلث متساوي الاضلاع، لان هو برضو المربع عندي متساوي الاضلاع، بس بدل ما بختار 3 الوان المره دي بختار 4 الوان، المسافات ما بينهم متساويه على دايره الالوان او على عجله الالوان. فهنا عندي ادي الازرق، سبت لونين وخدت البنفسجي ده، سبت لونين وخدت البرتقالي ده، سبت لونين وخدت الاخضر ده، وهكذا انا اقدر احرك المربع ده. المهم ان انا عندي المسافات ما بين الالوان متساويه. ده بيفيدني اكتر، فانا مثلا لو انا بعمل برزنتيشن، لو انا بقدمها لعميل، لو انا بشتغل مع شركه متخصصه في التصميم الداخلي او في التصميم المعماري، بيكونوا فاهمين وبيكونوا عايزين يعرفوا ايه الباليت بتاعتي، ايه اختيارات الالوان بتاعتي قمت بيها ازاي. فانا لو ما اعرض لهم دايره الالوان بتاعتي وانا اختياري تم عليها على اساس ايه بالظبط، ده بيوريهم انا فاهمه شغلي، انا فاهمه انا بختار على اساس ايه، ويخليني اتاكد حتى لو مش هعرض لحد، اتاكد ان الالوان اللي انا اخترتها دي متناسقه مع بعضها واقدر استخدمها مع بعض، وان هي هتديني نتيجه مناسبه في الاخر. وطبعا زي ما قلت في الاول انه نسبه وضع اي لون دي حاجه بترجع لي انا في الاخر. لو بعمل مثلا غرفه اطفال انا ممكن بمنتهى الراحه استخدم ال4 الوان بالتساوي، لكن لو بعمل مثلا غرفه معيشه هركز بلون مثلا معين ويكون التشبع بتاعه هادي، لون هادي زي البيج مثلا او زي البيج الغامق اللي هو جاي من البرتقالي مثلا، هخلي افتح درجه ليه هي المسيطره على المكان، وهستخدم اكسسوارات بال3 الوان التانيين او باللونين التانيين اللي انا اخترتهم. مثلا اكسسوارات دي عباره عن الستاير بتاعتي، نقشه في السجاده، الكوشنز المخدات اللي حطيتها، فازات حطيتها عندي في المكان، وهكذا. طيب احنا الزوم دلوقتي هيفصل، وهنرجع تاني نكمل على نفس الموضوع اللي احنا فيه.